يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تحكيم ما يسمى بمجلس الأمن الدولي أو هيئة الأمم المتحدة في النزاعات بين الدول، هل هذا أمر جائز أم هو كفر؟ هذه أنظمة يا أخي، أنظمة بشرية، مثل نظام المرور، مثل نظام، هذه أنظمة وضعها البشر وهم اللي يحلونها، ما هي بشرع، إنما هي أنظمة. أما الشرع وأمور الشرع فلا، لا بد تحاكم إلى الشرع. نعم.